هلا والله، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في فصل الصيف، إجهاد حراري وعطش وحرارة، وأي شيء يحدث على شجرتك في هذا الوقت اعلم أنه بسبب الحرارة، بسبب الإجهاد الحراري. حتى لو شاهدت عليها إصابة حشرية فإن السبب الأساسي والرئيسي هو الإجهاد الحراري. مثلا عندنا هذه الورقة عليها بعض الأقبرة، وبلا شك مع الأقبرة موجود حشرات العناكب، ولكن السبب الأساسي هو في الإجهاد الحراري. أيضا جفاف الثمار وتأثر الثمار هو بسبب الإجهاد الحراري. أيضا الفطريات، كما نشاهد إصابة الأوراق بالفطريات هو بسبب السخونة. فإذا كانت الشجرة في مزرعة أو في حديقة رطبة أو في مكان شبه محمي فإن الأوراق تتعرض للإصابات الفطرية كما نشاهد. أما إذا كانت الشجرة في مكان مكشوف فإن الأوراق تتعرض للإجهاد الحراري وتتعرض للأقبرة اللي تحتوي على حشرات العناكب كما نشاهد. ولكن تأثر الورقة هنا هو بسبب الإجهاد الحراري وليس بسبب الحشرات. الإصابات الفطرية نكتفي فقط بتقليل نسبة الرطوبة في الهواء. أما الأشجار الموجودة في أماكن مكشوفة نكتفي فقط بالمداومة على غسيل الشجرة في وقت المساء أو في الصباح الباكر، وهذا لا يستدعي استخدام المبيدات أبدا، فقط الرش بالماء. فنشاط الفطريات على الأوراق سببه الأول هو الإجهاد الحراري، حيث يعمل على تسخين الهواء والرطوبة المحيطة. لذلك أي مشكلة تظهر على شجرتك هي بسبب الإجهاد الحراري، حتى أصفرار بعض الأوراق الداخلية هو بسبب الإجهاد الحراري.